نروح لموضوع من الموضوعات المهمة، لأن مفيش بيت في مصر مفيهوش طالب في ثانوية عامة، ودايما بيكون السؤال الرئيسي في البيت المصري في الفترة دي: يا ترى ابني أو بنتي هتدخل كلية إيه؟ وإيه أفضل جامعة؟ أو إيه المهارات اللي ممكن يكتسبها من خلال الجامعة اللي أنا هدخلها له؟ وهل ده هيكون مناسب لسوق العمل فيما بعد ولا لأ؟ وقبل كل ده ازاي نستفيد من المنح الدراسية اللي بتتقدم للطلاب؟ علشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن برنامج المنح الجامعية. البرنامج ده مقدم من الوكالة الامريكية للتنمية ل 140 طالب تقريبا، وهنعرف كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج الخاص بالمنح الجامعية ده من الاستاذة امال موافي، مدير مشروع برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، على حضرتك وعلى أستاذة منة وعلى جميع السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. في البداية كده عاوزين نعرف من حضرتك أكتر يعني تفصيلا عن برنامج المنح الجامعية، إمتى بدأ وإيه أهدافه تحديدا؟ تمام. برنامج المنح الجامعية هو برنامج زي ما قلنا مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبتقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالشراكة مع 8 جامعات حكومية وخاصة وأهلية. البرنامج بدأ سنة 2020 وهينتهي سنة 2030، يعني مدته 10 سنين. بنستهدف إن إحنا نوصل ل 700 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، إن هم يحصلوا على فرص تعليم جيدة من خلال المنح المقدمة. البرنامج بيركز على قطاعات أساسية هي المياه والطاقة والزراعة والتمريض، ودي القطاعات التي يمكن أن يكون فيها فرص عمل في المستقبل، وبالذات لما بنتكلم على تغير المناخ وما شابه، فهي مجالات غير تقليدية ولكن مجالات في احتياج كبير جدا فيها في سوق العمل، لا سيما في مصر بس في العالم أجمع. ال 700 منحة دول بيتقدموا على مدار 5 سنين، كل سنة 140 طالب وطالبة. السنة دي هي الدفعة الثالثة، يعني احنا دخلنا بالفعل دفعتين، والسنة دي بنطلق الدفعة الثالثة. الدفعة الثالثة دي تم الإعلان عنها على صفحة الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 27 مايو، وآخر ميعاد للتقديم يوم 24 يونيو. بنستهدف طلاب الثانوي العام من المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس ستيم. لازم يكون الطالب ده طبعا مصري الجنسية، ويكون حاصل على ما يزيد عن 85% في الثانوية العامة في الدور الأول طبعا، ويكون عنده مهارات قيادية، لأن احنا عايزين نعمل ايه، عايزين يبقى عندنا دعاء للتغيير وقادة للمستقبل، فبناخد النواة وبنبني عليها. وكمان محتاجين ان الطالب او الطالبة دي يكون عنده الأنشطة المجتمعية اللي بتنم ان هو هيفيد المجتمع بتاعه لما يخلص الدراسة بتاعته. دي شروط التقديم أستاذة أمال، ولا دي حاجات انتوا بتراعوا انها تكون موجوده في شخصيه الطالب المتقدم؟ يعني لا، هل بنقول تقديم حضرتك؟ اه اوكي تمام، اتفضلي. يعني ده شرط اساسي من شروط التقديم، ان الطالب يكون عنده الحاجات اللي انا ذكرتها دي كلها، لان المنحه بتقدم حاجات كتير جدا حضرتك، يعني فده بيبقى استثمار كبير جدا في البشر. احنا بنقدم يعني اولا في الجامعات الشريكه، خليني اقول ايه هي الجامعات الشريكه. الجامعه الامريكيه طبعا جامعه منفذه وشريكه، وجامعه القاهره، وجامعه اسكندريه، وجامعه عين شمس، وجامعه اسيوط والمنصوره، ومدينه زويل للابتكار والتكنولوجيا، وجامعه العالمين الدوليه، بالاضافه الى جامعه بدر بالقاهره. طيب حد هيجي يقول لي طب ما الجامعات الحكوميه بتقدموا فيها منحه ازاي؟ احنا بنركز على البرامج الخاصه ذات الساعات المعتمده المقدمه باللغه الانجليزيه. احنا بنتكفل بجميع مصاريف الطالب او الطالبه، برغم انكم بتستهدفوا الطلاب الدارسين في المدارس الحكوميه ومدارس ستام. بالظبط، احنا بنستهدف الطلاب الاكثر احتياجا، يعني الطالب اللي ما كانش عنده فرصه، يعني هو نابه ونابغ وكل حاجه، ولكن ما كانش هيبقى عنده فرصه يلتحق بهذه البرامج بدون المنحه.
نعم. طيب استاذه امال، يعني حضرتك قطعت علينا شوط كبير قوي في الاسئله، قلت لنا الناس اللي بتتقدم الشروط الخاصه بالتقديم، وقلت لنا كمان الجامعات الشريكه ليكوا في الجامعه الامريكيه تحديدا. يعني عاوز اعرف بقى امتى اللي انا اقدر اقدم، او الراغب في الالتحاق بهذه المنحه يقدر يقدم علشان يلتحق فيها دلوقتي حالا. يعني انا احنا الباب التقديم هيقفل يوم 24 يونيو، فانا بطلب من كل الطلاب اللي بيشوفونا واولياء الامور اللي بيشوفونا ان هم يخشوا على رابط المنحه، يشوفوا ايه هي الاوراق المطلوبه ويقدموا في اسرع وقت ممكن. ايه هو رابط المنحه يا فندم؟ رابط المنحه انا ممكن احطه لحضرتك في الشات وتزعوه لو حضرتك حابب. اكيد. وزي ما كنت بقول لحضرتك ال يعني الطلبه يعني في اوراق مطلوبه، فلازم الحقيقه يجهزوا الاوراق دي، لان احنا مثلا بنستهدف ان الطالب يكون عنده 3 سنين في ثانوي عام او حكومي، ثانوي عام او سوري حكومي او تجريبي او ستام، فلازم يجيب شهاده بذلك. بنستهدف مثلا ان يكون في وثائق فيما يخص دخل الاسره، بنستهدف وثائق فيما يخص استهلاك الكهرباء وما شابه، فدي وثائق محتاجه ان هي تتجهز. فعشان كده بطلب من جميع الطلاب ان هم يعني يدخلوا على رابط المنحه، انا حطيته لحضرتك في الشات فيا ريت تزعوه. نعم. مش عارفه هل هيبقى متاح اذاعته ولا لا، بس هي النقطه ان احنا ندور باسم برنامج المنح الجامعيه. مظبوط. نعم. اسم طيب دكتور عندنا لو سمحتي، انا عايزه اعرف الطلاب هم اللي بيختاروا يلتحقوا باي جامعه، ولا انتوا بتشوفوا بتوزعوهم بناء على مثلا توزيع قرب او بعد من بيت، او في حاجه معينه على اساسها بيتوزعوا؟ تمام. انا زي ما كنت بقول لحضرتك احنا بنستهدف ال 27 محافظه على مستوى الجمهوريه، وهم اللي بيخشوا في التسع جامعات اللي موجوده. نعم. ان الطالب يخش انهي تخصص ده مرتبط بعوامل كتير جدا، من ضمنها مثلا تنسيق قبول الجامعات المصريه، ده يعني ده عنصر حاكم وكبير جدا. حاجة تانية كمان ان احنا بنراعيها، ان احنا زي ما كنت بقول لحضرتك في الشروط برضو ان الطلبة يكونوا من علمي علوم او علمي رياضة، الا طلبة ذوي الاعاقة ممكن يكونوا من القسم الادبي، لان احنا بنستهدف من 10 ل 15% من الطلبة بتوعنا بيكونوا من ذوي الاعاقة. طيب استاذة امال، هسأل حضرتك على شق اخر، يعني ماذا عن اخواتنا بقى من ذوي الهمم؟ هل المنح دي برضو موجودة ليهم؟ زي ما كنت بقول لحضرتك احنا مستهدفين في كل دفعه من 10 ل 15% من الطلاب ذوي الاعاقه، وبالفعل عندنا في الدفعتين الاولى والثانيه عدد من الطلبه من ذوي الاعاقه التحقوا بالجامعات المختلفه. نعم. استاذه امال موافي مدير، خليني اكمل بس لحضرتك حاجه واحده كمان، ان احنا يعني بنغطي المصاريف الدراسيه وبنغطي للطلبه المغتربين الاقامه في السكن الجامعي، بنوفر لهم لابتوب، بنوفر لهم مصروف شهري، وبنوفر لهم خدمات طبيه او تامين طبي، ده من الناحيه الاكاديميه. ولكن المنحه بتوفر مجموعه من الخدمات غير الاكاديميه مهمه جدا جدا عشان تخليه يقدر يلتحق بسوق العمل، لان احنا الهدف مش انه يحصل على الشهاده، احنا الهدف ان الشخص ده يلتحق بسوق العمل في الاخر ويبقى شخص فاعل في المجتمع. نعم. بنقدم له تدريبات على اللغه الانجليزيه، بنقدم له استشارات نفسيه واكاديميه، وبنقدم له تدريبات على القياده ورياده الاعمال والارشاد والتوجيه المهني، بالاضافه الى تدريب صيفي، وكمان بنديهم فصل دراسي في الولايات المتحده الامريكيه، ده مش لكل الطلبه، ده ل 65% اللي بيكونوا عندهم مجموع، اللي هي زي المسابقه ما بين الطلبه اللي بيلتحقوا بالمنحه. نعم. يمكن هو ده الهدف الرئيسي من المنحة، هو مواكبة سوق العمل والمتغيرات اللي بتحدث فيه أول بأول. الأستاذة أمال موافي مدير مشروع برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، ويبقى بقى لكل الراغبين الالتحاق بهذه المنحة اللي هو يقدم بقى.